$1,000 أمريكي هي قيمة الجائزة اللي راح تقدمها جمعية القلوب الصغيرة للطلاب الأيتام المتفوقين لدى الجمعية. طبعا جمعية القلوب الصغيرة تعمل على رعاية الطلاب الأيتام، تعمل على رعايتهم من حيث يعني التعليم ومن حيث الرعاية الاجتماعية. طبعا يعني هدول الطلاب مثل ما الكون شايفين، منهم من فقد أمه، منهم من فقد أبوه، جمعية عم تعمل على رعايتهم من حيث السكن، من حيث التعليم. فواجب علينا نحن كإعلاميين وكأشخاص موجودين في المنطقة المحررة ندعم هدول الطلاب حتى يوصلوا لأعلى المراتب. ما شاء الله يعني في مرحلة التعليم الأساسي عم نشوف متفوقين، يعني الطالبة الأولى جمعت 279، يعني أقصى علامة وحدة، رغم الظروف الحرب اللي عم تعيشها، رغم ظروف المعاناة اللي عم تعيشها، قدرت يعني توصل لهي المرحلة. فنحن بنتمنى منكم تدعموا هاي الجمعية وتدعموا هدول الطلاب حتى يوصلوا لأعلى المراتب.